أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: لو أخرجت زكاة مالي وعزلتها عنه ثم استثمرتها لمجموعة من الفقراء وأخذت أعطيهم من أرباح ذلك الاستثمار، فهل يجوز ذلك مع العلم أنني لم أخبرهم بذلك ولم آخذ إذنهم، حيث إنني لو أعطيتهم إياها ربما صرفوها دفعة واحدة ولم يستفيدوا منها؟ والسؤال: ما حكم فعلي هذا؟ فعلك هذا لا يجوز، لا يجوز أن تحبس الزكاة، بل تخرجها في وقتها. الله جل وعلا يقول: وآتوا الزكاة، أي ادفعوها إلى مستحقيها. فالواجب إخراجها وإعطاؤها للمستحقين وهم يتصرفون فيها على حسب مصالحهم. وأما أنك تحتجزها وتقول بستثمرها وبأعطيهم من غلتها وهم ما يحسنون، أنت من تبوكيلا عليهم، وهم ليسوا قصارا ولا سفها، والله أمرك أن تعطيهم ولم يقل اختبرهم وماذا يعملون بها، ما داموا مستحقين فأعطيها لهم. وأما حبسها فهذا لا يجوز، وإخراج الزكاة على الفور لا على التراخي فهذا عمل غلط خطأ. فرضنا أنك اعترضك شيء أو مت أو نسيت أو تلفت هذه الأموال التي أعددتها للزكاة، تلفت وأنت ما أعطيتها ووصلتها لأهلك، فإنها تبقى في ذمتك، أنت المسؤول عنها. فالواجب المبادرة بدفع الزكاة إلى مستحقيها في وقت وجوب الزكاة، هذا هو الواجب. نعم.